السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا والله شباب، جايبين لكم اليوم هاردكور وقسمنا الفرق ونبدأ هنا الفريق الأسود. سعد سعد وبيكو ومين؟ دقني سو دقني. أهلا وسهلا راكان جيم وفراس وما قدرنا مع اللخمة اليوم، موها مع سعد قوسري مع محمد وسموكر وعبسون وعباس ديمكس وفيصل وانا معهم. اوكي بش اسمه بنتناثر الحين بنروح ما ادري شو اسمه نتبعثر ثم بسوي تي بي لكل واحد دقيقه. يلا تي بي يا وش تبي يا هذا الغبي ذا يا اخي في ما احنا هنا يا اخي من جد والله هجوم والله ما سويت شيء يا راكان خلاص يا راك ركز يا اخي قلوبي كانت فل والله ما لهم اوه مطير عبادي هلا يا اخي انا اختفيت ما ادري ويني فيه شوف لي حل يلا 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 خلاص 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 كل واحد يسوي كل كل واحد يسوي كل لا حد يلمس ها خلاص عاد فليناها بعدين يلا كلكم سويتوا كل انا باقي يلا يلا عبسون كل موها كل شلون شلون سلاش كي اي ال ال اللي مكانه هاي كم الاحباد انا ما المسته ما ادري حتى انا كل الشعب ما المسته ناكلهم الباس موها يلا اي بس يلا اكتب كل يلا يلا كل واحد يروح نفس الغرفه كل واحد في التيم سبيك يروح نفس غرفته اوكي طيب احنا الازرق وش غرفتنا احنا الاحمر الازرق ما في ازرق User was moved out of your channel. User left your channel. Channel switch. Joined your channel. User joined your channel. هلا 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 اهلا دقيقة ما علمناش النظام انا اللي عاد ادري وش النظام شوف بيرمينا شوف بيرمينا في اماكن بعدين شو اسمه اللي ينذبح طبعا يطلع برا عرفت وش اسمه حق الاكل يزود عادي اللي انا اكلت بس حق بس الدم ما يزود الا بالجولدن ابل ومو بالجولدن ابل العاديه لا الجولدن ابل حقه شو اسمه الجولد المربع الانجت تبعك يعني شو المطلوب مننا الحين يعني لازم نعيش ما تنقص اهم شيء اي ولازم نعيش طبعا ايه اللي ضغطوا تاب يدرون كم قلوب عندك اوف وين رحت انا ايوه هو الحين بيسوي لنا تلبور كذا وبعدين جمعنا مع بعض طيب جويع عنك كيف؟ والله كان سويت اكل نفسك ما عليه ما عليه نجيب اكل في عندي بقدر اكل هو الاكل ما عندك مشكله بس المشكله في هذا الدم حاول انك ما تطيح شكله معلق عندي انا بعد ما بعد وصلت المكان ف ايوه ترى هو بيعلق لان كذا ما ادري حطنا في اماكن مختلفه ايه تحتي مربع اسود يا رجل انا ما اقدر اطق الذي هذا اللي الحين انا عند شجره ظن او شيء ايوه غابة. عند غابه ايوه قالت صح غابه لا في غابه لا الحين بيسوي لنا تلبورت مع بعض هذاك هو الجنجل يعني كلنا بيجيبنا بعض يعني اظني ايه المهم مو ها انت بلا تطيح يعني من فوق كذا لان الدروب اللي خط معك كذا اوكي يعني مالك الا حياة وواحد كذا انت في الجنجل هذي ما ادري انا في جنجل بس ما اشوفه 600 و اكس 600 وزد 300 انا الاكس 500 وقاعد اشوف ثلج اصبر بجيك ايوه هذاك انت شفتك وين موها؟ انت لكس كم؟ وش اضغط ذيك؟ اضغط في 3 اف كم؟ اف 3 ايه انا لكس 60 اما لكس 60 بعيد انت ها وينك؟
علقت انا هاي شان علقت انا علقت فيه اصبر شل اللي يسمع عندي يا اخي عبادي الحين ورا ما يسوي لنا تلبو اوه اختفيت انا اوه انا عند موها صدق اصبر اصبر هذا انا عندي يلا بابا دارك انظر طيب الحين انا شلون الحين اظن شو اسمه الحين بيجيبك عندنا اظن ما اشوف شيء ليه هذا انت هذا انت يا ايه اوف وش فيك تضربت قلوبي راحت لا شبه معلق تعال شبه تعال شبه لا ما ادري كيف توقف انا اشوفه قاعد يدور على نفسه وكذا ويكسر طيب يا ريال يبي لنا فك فك شو اسمه فك البلوك اللي تحتي ها والله انت ترى انحفر عندك كثير يا انت وينك فيه الحين شو تشوف انت اشوف اسود انا قاعد اشوف الدور كثر ايوه طلعت بالضبط طيب وين قلوبي اربعة بس يا اخي اصبر كلم عبادي طيب اكتب له جو المفروض ان الحين بدأ جمع الحين اي انا جمعت شوي خشب يبي لنا كابل ستون عرفت ف يعني ولا ويبي لنا بعد نجيب لنا مزبن فهمت ف يعني وفي كول هنا ضبط حلو حلو طيب اوف طلع بالله انتم جمعوا خشب انا بجمع كابل ستون وبذبح البقر ذولا وشويهم طيب يلا جمع موها تعال خذ وينك انت قريب انك انا اصبر انا قاعد اشوف اي موت اي شوف اشوف اشوف هذا شوفني عندك كم وانت خذ خذ اخذته انت ولا اعطيه خذ ايه خلاص okay. امسك امسك انت جيب خشب وانا بجيب كابل ستون وبرضه بشوي ذولا يا شيخ لا يكسر سريع سريع شو اسمه انا بموت الحين دقيقه تعرف خذوا اللي معي بس اظن اللي اظن اللي متها ما عاد تطلع مره ثانيه ولا كلمت عبادي اي كلمته خذوا خذوا دقيقه خذوا خذ امسك هذه الاغراض يعني بموت باي فاهم غلط الحين أيوه. بيضيقون ترى اللي رجعت العلم فهموا غلط اظن نسيت بداية ما نجيب الهانة اهم شيء اوه والله هنا بقر كثير حلو اهم شيء موها الطيحات والامور ذي فهمت ابعد عنها وامورنا سالكه لو قابلت واحد منهم يطقيه يعني بموت اي على طول لان اللي يموت يطلع عرفت ف يعني نجمع خشب ولا اكل ولا سيف لا اكل انا جمعت خلاص ف شو اسمه
خلنا نجمع خشب وبدنا نكسر. أنا جالس معي الحين شو اسمه ذا خشب. وخلنا نبعد عن موضوع دبليو دبليو عشان ما ينقص لك الكثير، عرفت؟ نمشي كذا ببطء. و دبليو اي يعني صد اللي نركض يعني تعرف ايش الدبليو، عرفت ينقص لك بسرعه. يعني يا عيال تصدقون انا قريب من المكان اللي بدينا عنده، مره قريب يعني. شوف ذيك الشيء الطويل ده، يبي لنا نزبن ترى. كويس لقيت تفاح، بس انا ابغى اذبح كل البقر اللي هنا، عرفت؟ عشان نضمن الاكل، بعدين نغير المكان ذا لانه نكبه. yeah. ما معي الا شجر بس، ما يطلع التفاحة واحدة بس اشترى. ايه ما يطلع كثير. طيب الحين انا معي طول العمر معي 29 شو اسمه لحم، اجمع زيادة ولا خلاص؟ اذا في زيادة جمع. ايه في زيادة، بس انا ودي عشان نغير مكاننا ذا. طبعا نرجع هنا. طبعا لال ترى هارد كور، انسوا النوم، ما في نوم. فيعني يعني الخرفان ما منهم فايده. شيء يطلعون يدخلون دول نت بيك وتعرف. يا ولد معي 64 ابيض، اجمع ابيض وكله يعني ولا كيف؟ إيه عادي اهم شيء خشب، فهمت؟ ايه اهم شيء خشب. وش اسمه هي يقول لك جبت نت كويس مع اني بزي اول. كيف؟ والله رحت لزين وجبت له نت يا شيخ، شفتها الابلود، بس الابلود عندي يوصل 20 ميجا، الداونلود يوصل 50-60. كويس والله يا شيخ، قعدت لي 9 شهور كذا بدون نت، بدون شيء كذا، نت سيء الا بسبة السي سي. الله يقلع. اذكر وين مكان النقي هذا. الحين جبت 51 الحين، بخليهم يطبخون وبروح اجمع زيادة. اظني حاط في الفرن يطبخون، فلو تبغون يعني تاخذونه. ايوه اوكي، في 10 حبات. الحين جبت كثير. اوف 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 اوف. اح. هذا انت؟ معك حجر ولا تبي بيكاكس؟ انا معي بيكاكس. عشان نختصر الخشب يعني. ايه خذ هذا بيكاكس. انكسر اللي معي. أصبر بجمع شوي كوبر وبعدين، ويبي لي كول بعد، فجمع الكول هنا. مو مشكلة، هذا هنا شكله كيف في كول. أقول ما تحسون عبادي يعرف أماكننا كلنا من جد؟ حتى كاشفنا ما أدري ليه. ايه بس كذا يسلك، فهمت؟ ما يبي يخرب الا بسرعه يسلك. كويس لقيت كول جدا. أقول لك شيء، تصدق تصدق المفروض إني ما طبخت بالكول، يعني المفروض إني وفرت الكول الحين وطبخت مثلا بشجر ولا طبخت بخشب، عرفت؟ عادي الكول كثير يعني، تونا بادين بدنا مشموع وكذا.
في موبز في الالترا ولا لا؟ ايه قويين بعد كون كوفين مو قويين اقوياء قويين كذا تحس انك طيب يا عيال يا عيال ما ودكم نغير ذا المكان او في نفس ذا المكان بس نزبن في حفره ولا نزبن في شيء يعني ما نصير كذا واضحين هنا ما في اي بس خلنا نخلص من برا خلص من برا صح اي يبي لنا الحين نزبن كذا شوف نزبن ومن الزبنه نجمع كابل ستون فهمت اصبر اصبر شوي لا تشيل الفرن دقيقه هذا البرج حقنا اي ادري عشان كذا ودي ابعد لان قريبين مره يلا وش رايك نروح ودي نروح كذا ورا منك وين بس احس ان بنمشي بنلقى ناس انا ايه 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 نلقى ناس نقتلهم المفروض بس شوف انا معي سيف قبل تبي اسوي لك سيف اصبر اصبر الحين إذا شفناه سيف دايم إيش الزبدة الحين هذا مو بسيفرنا هو نفسه ذاك شلون صار كذا لا عبادي يقدر يحفظ نسخة للسيرفر بأكثر من شكل طيب وش رايكم نزبن مثلا هنا في مكان قريب يعني هنا بين الشجر نحفر لنا حفره ولا شيء ما تقدرون تخلونه تحت المويه ذي تحت مويه كذا بس ما ادري قلق شويه يعني هذا البحر الحين يصير تحت رايك يعني كذا اي كذا طيب يلا خلنا نبعد اي خلنا نبعد شويه طيب يلا مع وين نروح انا اقول مع الشجر بس ما نكون في مكان واسع اي خل نشوف عشان اذا لقينا حد نتسلل اليهم فنقتلهم لحظة تبون اكل؟ معي انا ناقص اثنين طب امسك بغيت اكل التفاحة يما اصبر لا خلي التفاحة والله ترى جاء ليل نكبة شوي ممنوع ننزل بسرعة قبل ما يجي موبس قاعد يقول تشعبي ممنوع قاموا يقول أم عاد وش بيدري مو بداري الله يدري عقل شيء وش هي تشعبي عرفت اللي تكسر فرض كثير بعدين تقعد تفتح أكثر من غرفة عرفت وتحط فيهم طيب وش رايكم وانت ابو الطحون اوه بغتت ايوه اصبر نروح الجنجل ها والله الجنجل طيب يجي الجنجل يلا مشينا الجنجل كان في ناس تحت ها في ناس ولا زومبي اخبرنا زومبي لا ما شفنا في نور لافا قاعد اشوفها انا لافا طيب امش للجنجل شوف امش للجنجل تشوف هناك كابل ستون عرفت نحفر وندخل في الجدار اي اوكي احسن بعد بس لا لازم ننزل عشان نلقى الجولد اي لا شوف ان نحفر ندخل في الجدار بعدين عاد نبدا ننزل فهمت من جوا الجدار نفسه فيعني اوكي يلا واحد بس يكفي صح؟ هلا؟ اي تعالوا كلكم ادخلوا هنا ادخلوا كذا انتم كلكم الحين حب الروح اصبر خلنا احط سده باي شيء ديرت ولا يعني مو كابل ستون واضح فسد الديرت طيب اوتش لا يا الكبه وش ذا طقنا يا الكبه ما طقيت قبل يحط الذا طيب واخر شوي عشان اوسع ولا طقكم اوه تصدقون في كول فوقنا معليش يا مهد
no problem man your team. لو تدري لو انك في الهنجر جيم وطقيت واحد كذا لو بغض يا حبيبي يطلع سيفه ويقول بك اوف والله صدق يعني اذا جيت كذا وسويت شف كذا سيف تيم تيم مان يوافق بعضهم يوافقون بس ما يمديك حتى لو تطقه بالغلط مع انه يمدي يزود دمه يعكر ويزيد بس لا يا حبيبي يقلب عليك او احيانا يقلب عليك بدون ما تسوي له شيء اوف خيانه وخر وخر يا صديقي نبي الساعة عشان ما حد يكسر بعض ما حد يكسر احد انكسر حلقه بوه معي واحد ثاني تعال من اللي اخذ الصندوق اللي كان معي وش الصندوق ما ادري انا اخذت شيء معي امسك اي حطه كذا بكسر ما في الكبات سولك ذا تبي عصيان امسك كذا عصيان ابي عصا وفي خشب برضه كذا صندوق في وشي ثنتين في النص وثلاث فوق ايه يعني ظنك محفر شعبي بس ايه يا شيخ معنا اللي كذا ولو قفطنا مو بقافط وشوف وليه قال لك شيء قل انا ماني بقاعد احفر شعبي قل انا قاعد اوسع البيت نزلت بعدين انا الحين انا قاعد انزل ما التشعب قصده انك تحفر اثنين كذا اي غرف يعني تنزل اظن 12 بعدين تبدا تسويها انا بنحفر خط واحد ولا خطين عادي سلسوك بس كنت غبا انت بس لحد حقيقي دول المشموع يا الحب شوف في كول حطيته بعد السماعه اي وش الشموع جبن تو مالي توسع منه انت ولا منه كله ها لا ما ادري انا بدخل منه وانت تدخل من هنا ويش الشموع اللي هي شو اسمه ايه ذاك اللي عود تحت وفحمه فوق بس ايه كم امسك الذهب كم نلقى على ارتفاع والله ما ادري عن ارتفاع الذهب خلنا نفتح الويكي نشوف لا تخيل يطبون عينك الحين طق وبس فهمت طق وبس وتذبح خويك هذا المشكلة لا يا عيال جنبوز هندا تفشل في واحد ستة والله صدق أكثر من زلة وستة ونص تسعة خمس تسعة أو شيء الجولد الجولد أتصدق لو نروح النذر نقدر نجيب جولد كثير أوف شوف هذا نجيب انجوت بس ما في جولد لا ما يتحول جولد هو لا اوكي ما ادري والله الظاهر الا الظاهر 9 انجوت يجينا جولد واحد حطها كذا مع بعض والله مو مكتوب هو علي ليفل يجي يلبسوني بيطق ما في اما انت اني وف كيف تسوي جولدن ابل على طول شكلهم لقوا جولدن بس الاضمن انك تنزل انه وين الحين ترى ما بعد وصلنا 50-60 تقريبا لا هو شوف اظن بين اللي يعني بين يمكن 20 الى 12 عرفت بعد 12 بيجيك اللافا فكذا اظنه من اللي معك اسمه ذا عصا انا معي في خشب في الصندوق او لو حتى امسك في خشب
بس بدال ما عنده ترى يا ترى يمدينا نسوي كول صناعي بالخشب. ايه بس الظاهر ما عندك فيه بشموع لا الا كل شيء يطبخ وشموع كله ضبط. اوف بس ما نبي نخلص الخشب يعني نبي نستخدم الخشب. وش في هذا يعني؟ وش اللي طلع لك؟ كونكشن لوست. ها ادخل مره ثانيه. طلعوا طلعوا اكثرهم شوف جافا نت مدري وش ادخل ارجع ارجع ادخل مره ثانيه. كانت ايش سيرفر مدري وش والله كنا بتهبط يا ولد صوته تغير. اوه كويس لقيت ايرون. طفت طفت الذي لقيت ايرون. طيب ورا ذا ما معد دخلنا ثلاث حبات اطلع من اللعبه مره قبلها وفتحها مره ثانيه. والله ظلمه يا ولد لازم نشوف النداء بيحطني عندكم عاد. ايه على طول يؤدي الماينكرافت ما ادري ليش كذا تطوع من اشتغل افتح افتح ما تفتح سوي ثلاث مرات اربع مرات لان مو بصليه صح. كانت ليش كانت ليش كونكشن تو ذا سيرفر يا الكثير صدق لا ما في شيء عادي انه موجودين ما طلع باقي حتى عبادي طلع تصدق اي اظن زي صار كذا مثلا كراش او شيء بعضهم فصل عندهم عرفت او اغلبهم زي لان مثلا في كود طلع الهوست بعضهم يطرده فهمت من الجيم على طول بعضهم لا يتكي اي بعضهم يتكي شوي قصدي يمسك خط ثاني. نزلت انا كم وصلت انا يا طول العمر وصلت 41 وصلت 30 ارجع ادخل طيب واحد ايه تقريبا انا 30 لقيت بديت تلقى ايرون ورب انا لقيت ايرون قبل بس انت ثلاث حبات بس لا انا لقيت يا طول العمر 8 انكسر ذا بس نرجع له ايش هي الحبه ذا حمل لي مو موجود بس انا لا مدري يمكن في غيرك اي اصبر اصبر كنا ضبط هذاك دخل اي شوك اي كويس اوه طيب كنت مسوي انا شموع راحت كل الاكل سوي اثنين يا حبيبي شوف 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 موها تعال اطلع شوف اطلع شوف اطلع هذا المساحة حقي شوف كيف سيف بسوي لي طب انا بسوي لي وشو دايموند في هذي كلمني ميرو بس دايموند ها انزل شوف لك جهة وانزل معها انزل منه ايش رايك من وين منه من جنب هذا ايه من دلجة انت يلا روح انزل كذا اقول بالله وش شعورك لو تلقى مثلا عبسون قدامك كذا ولا شيء اوف جيب السيف انا ما فيه
حبيبي درجع الحديد حقي بصراحة. الحين شو اسمه؟ طيب وشو؟ الخشب ذي الخشب شلون اسويها؟ اي خشب؟ ستيكس عصيان؟ اي حط خشبتين مربعات فوق بعض اثنتين. هذه خشبتين فوق بعض ما فرق فيها. خشب مو بحق الشجرة، لا اللي بعده. غير صحيح كيف نحاش منه ذي؟ بس وش طلع لي كيف بس يا اخي؟ الظلمة كله يخوف كبير، واسمع صوت لعبة يا حبيبي. طب اصبر اصبر، وش رايك اجيك؟ جنبي لا بس تسيح وزي ال بجيك شكلي وزي خوف واي صح. بعد يبيلنا ايرون بكاكس عشان نجيب بجيت دايموند. طب اصبر خلنا بسوي بطبخ الايرون. بجيت دايموند اصبر بجيك الحين. بجي جيب بكاكس ايرون. ها اي يلا قاعد تسوي الحين يلا. في لافا هنا كيف السواك معها؟ كابل ستون يا طيب. خايف يجيني موبس انا مشكلة. طيب كيف كبير معك؟ معك شموع؟ اي انا ما معي. اوف خلي لي مات فيهم دول يعصبوا. ها اوه في كول هنا. انت وينك؟ اي لقيتك جي جي دبليو يعني وينه؟ هنا كان تحت تحت بس ما ادري كيف ننزل له. اوه هنا تحت شفته؟ اي شفته انا خاف اطب عرفت والقى موبس. لا بغيت اكسر اللي انت واقف عليه تصدق؟ وخر شوي بس انا على طول وخر شوي بس بناظر يمين يسار. طب اسمع بسوي لي درج عرفت عشان اطلع منه على طول. ايه سو درج وانزل خلنا نتفاهم بعد اللعبة. اوه والله في تحتها دايموند زيادة. يجي اوف في كثير. لقيت جولد بعد. حلو جولد. الحين معي ستة دايموند يجي يعني فيوف لنا كلنا. وين المخرج؟ ولا اي صح؟ تعال في تعال كثر ذا الجولد. سوي لي درج بس جولد بعد تحت. يلا يا شوف هنا جولد. اخاف والله يجيني ذلاب. اصبر خلنا نسكرها. سكرتها ولا باقي؟ لا كان في من جهه ثانيه. في هنا اح طاح الجولد. انت بلطيح انت بس. ايه قاعد تشوف جولد كثير بس عرفت ودي ننزل بدرجة شيء. انا اضبط ان شاء الله. لا يلا اضبط انا اصبر بنور المنطقة ودقيقة ناخذ من ذا الكول شوي. يو في ذا المخيس ذا اللي يطيح. الله يلعن الشيطان. وش اللي يطيح؟ ذا مدوش. اوه جرابل. وين بطلع عليه انا؟ شفت المكان اللي قلت لي احفر فيه؟ ايه طلعت على زي ال مدري وشو. سكر منك. طيب سكر ورجع فهمت. لقيت مكان منك ما وين؟ اوف ايوه انزل من هنا. لا يعكسون اوت. اما حط كذا خلاص. اسمع صوت زومبي. زومبي هنا ترى ورا ذا الجدار. وين اي جدار بس؟ اسمع ذا اللي ورانا. هذا اي ما علينا ذا الجدار. انا بس من هنا. نسحب بيارتنا. اي والله جبت جولد كثير.
بعدين اوه وين الباقي؟ اذكر كان في باقي في ذيك اللي طاحت رخذها. وين طاحت فيه؟ انا قاعد اتذكر هناك بس. واو فينا لافا، في دايموند بس في لافا. في اللافا جيب دايموند. اصبر خلنا احاول اني اوصل له. سبعة دايموند الحين. اوف طاح ذا بعد. وش اللي طاح؟ ذا فيل فروم هاي بليس. يسوي لنا ارمر بالايرون السيوف دايم والزيادة عاد نضبطها. نجمع شوي كول. الله الكهف ذا توفقنا فيه يا ولد. مزبوط الله يعافيني. انا رجع اللي في نقطة ما عندك مشكلة. هذا كل جولد ما خذيته يا سعد. اي وينه؟ اي شفته شفته. كيف طبيت؟ شلون طبيت؟ ها؟ ما طبيت تحت انا اصلا. اقول لك الاماكن الظلام المبهمة عرفت اللي ما ودك تمر عندها عرفت سدها بكابل ولين نمر ونشوف شو وضعها. فهمت علي؟ ايه ونسدسد وبس. ايوه سدسد وبس. خلنا نجمع شو اسمه. نجمع كول جمع كول. ايوه يا زين ايوه يا زين. في زومبي اسمع صوت انا صوت انا مقصر ترى صوت اللعبه مره. خلنا بطول اصبر. اللي هو فوقنا هنا سمعته من ورا ذاك الجدار. ضغط ديسكونكت بالغلط. والله مكان مو مبهم اللي بعده. لا والحلو في الموضوع وش تكسر كول تلقى تحت ايرون عرفت. الحمامة. ايوه يا حبيبي هنا الزومبي تذكر عارفك عارفك هناك في اللعبة. اللي يموت واغراضي معي وكله معي كل حاجة معي وفي الامان ودمي يزول. هنا لا يا حبيبي هنا لا فرس. انا افضل اني ابدا عن هذا. بغيت اطيح في اللافا بغيت اطيح في اللافا. انتبه ترى بوب ترى اذا لا 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 ل